السلام عليكم. ضمن أعمال فريق الجهد الهندسي والخدمي الحكومي اللي أسس رئيس الوزراء هو إعادة تأهيل وصيانة المدارس، وتم تكليف فريق الجهد الخدمي للحشد الشعبي لإعادة صيانة 6 مدارس تابعة إلى تربية الرصافة الثانية، والمدارس هي آل ياسين والحر الرياحي والإمام علي في منطقة النهروان، ومدرسة الرواد في منطقة المدائن، ومدرسة الوارث والشهيد زاهد في منطقة حي الوحدة. كانت تعاني المدارس من نقص بالخدمات، ومن دخل لها فريق الجهد الخدمي للحشد صارت مثل هذا الشكل اللي جاي تشوفونه. شملت الأعمال بناء وتصليح الأسيجة الخارجية، صب الساحات المدرسية وتبديل أرضية الصفوف وإعادة تأهيلها، إصلاح وصبغ الجدران الداخلية والخارجية للمدارس، وكذلك أعمال الحدادة والنجارة، إصلاح الشبابيك والأبواب وتبديل الجام وكذلك الصبغ، ترميم الأسطح، تبديل الشتايجر وعمل مادة الماستيك. في النهاية تم تزويد كافة المدارس بالمقاعد الدراسية من معمل المهندس التابع إلى الجهد الخدمي للحشد الشعبي.